هل النضج العقلي مرتبط بالتعلم أم بالعمر؟ هناك تساؤل عميق ما يدور ما بين الأهل وأيضاً المعلمين، هل يا ترى النضج العقلي مرتبط بالتعليم أم هو مع العمر، عمر الطفل، أو يتطور مع عمر الطفل؟ نلاحظ أن النضج العقلي لدى الأطفال غير مرتبط بالتعليم بالدرجة الأولى، وأيضاً غير مرتبط بالعمر بالدرجة الأولى، ولكن هو ما هو دمج ما بين التعليم والعمر. نلاحظ أن هناك بعض الأطفال لديهم النضج العقلي قبل أوانه وقبل العمر الذي المفروض أن يكون فيه. نلاحظ أن بعض الأطفال لديهم قدرة عقلية ونضج عقلي جداً رائع ورهيب، أنهم يكونون في مستوى عقلي أكبر من أعمارهم. نلاحظ هناك أطفال في سن 3 سنوات ولكن نضجهم العقلي وتفكيرهم العقلي أكبر بذلك، كأنهم في عمر 7 سنوات. هذه تعود إلى ربما إلى الوراثة، الجينات الوراثية لها دور كبير في هذا النضج العقلي. وكذلك أيضا نلاحظ أن عملية التعليم والتعليم المبكر ذات جودة عالية يساهم في تعزيز هذه القدرة على التعلم بطريقة إيجابية وبطريقة جيدة. وكذلك العمر، مع مراحل العمرية للطفل بشكل طبيعي وبشكل فطري يتطور الطفل عقليا وذهنيا وتطور ذهنيا وفكريا وما إلى ذلك. ولكن في حالة إذا لاحظنا أن الطفل مع مراحل العمرية لا يتقدم في النضج العقلي، هناك تكون لديه مشكلة، لابد أن نفهم هذه المشكلة ونعالجها بالطريقة السليمة والطريقة الصحيحة. النضج العقلي مرتبط لدى الطفل الذي يبدأ يفكر بطريقة جيدة، منها حل المشكلات، كيف يحل المشكلات من تلقاء نفسه، وكيف أن هذا الطفل يكون مرتبط بفهم العلاقات السببية في سن مبكرة جدا، كأنه يربط المشكلة وحلها وأنه يحاول في التفكير في مستقبله بأفضل عن أقرانه الآخرين. هنا نلاحظ أن دور التعليم المبكر له دور أساسي في النضج العقلي لدى الطفل، في حين يبدأ يفكر ويحلل هذه المشكلات بشكل جيد وبشكل منطقي وبشكل عملي، بعكس الأطفال الذين لم يمروا بهذه التجربة لديهم تأخر في هذا النضج العقلي، وبالتالي تكون لديهم مشكلات في المرحلة الأكاديمية في المدرسة. لذلك أيضا نلاحظ أن هذه العملية وهذا النضج مرتبطة بالبيئة المحيطة لدى الأطفال في كبيئة المنزل، وأيضا من خلال تنقلات الطفل من أماكن مختلفة، أيضا زيارات الطفل إلى المتاحف وزيارات الأطفال إلى أماكن كثيرة وخروجات الأطفال في أماكن أخرى في سواء داخل البلد أو خارج البلد، هذا يساهم على تعزيز هذه الرؤية المختلفة بالنسبة للطفل، بعكس الطفل الذي يكون أمام الشاشات طوال الوقت يكون لديه تأخر ذهني وتأخر في النضج العقلي. وهنا يساهم الأهل في هذه المرحلة الأساسية في تعزيز هذا الطفل. نلاحظ أنه يبدأ ملاحظة النضج العقلي لدى الأطفال من بدء سن 3 سنوات إلى 7 سنوات، في حين لاحظنا أن طفلنا لديه نضج عقلي جيد وملاحظ عليه، يجب تنمية هذا النضج بشكل إيجابي وتعزيزه من خلال فهم أفكار الطفل وتبني هذه الفكرة، عدم إسكات الطفل في التحدث. نلاحظ بعض المربين وبعض الأهالي يحاولون إسكات الطفل من خلال كثرة الأسئلة. نلاحظ أن وجود أسئلة كثيرة لدى الأطفال فهذا بداية جيدة ومؤشر جيد أن الطفل لديه القدرة على التفكير الجيد. الأسئلة الكثيرة وأيضا الحوارات الكثيرة مع الأطفال هي جيدة لنموه العقلي ونموه الفكري، بعكس الطفل الصامت الذي لا يتكلم نلاحظ أن لديه مشكلة عقلية ربما يتراجع في التفكير العقلي. أيضا الدعم والتشجيع، دائما نحاول نساهم في تشجيع أبنائنا على التحدث وعلى الكلام وعلى المناقشة على الحوارات الكثيرة المبنية على الثقافة الذهنية. وأيضا نلاحظ أن القراءة المستمرة للأطفال وأيضا قراءة ما قبل النوم هي تساهم وتعزز هذه العملية وترفع من مستوى العقلي للطفل بشكل جيد جدا، أيضا بعكس الأطفال الذين لم يمروا بهذه المرحلة. كذلك أيضا مشاركة الطفل في الروتين اليومي في حياتنا اليومية، أي أن يخرج الطفل مع والديه في كل الخروجات مع الأسرة، وأن ننزل إلى مستوى الطفل ونبدأ نتحاور معهم بأسئلة كثيرة، في حين إذا لاحظنا أن الطفل لديه تأخر
في النضج العقلي لابد نساهم في تعزيز هذه المسألة بأن نساهم أن نتحدث مع الطفل أكثر ونخصص وقت خاص لهذا الطفل في الحوارات الكثيرة وفتح حوارات أكثر وأكبر من سنه حتى نعزز ونرفع هذه المستوى إلى مستوى أعلى للنضج العقلي. إذن عملية النضج العقلي هي مرتبطة مع العقل بالنسبة للطفل وأيضا من ناحية التعليم المبكر ذات جودة عالية، ونلاحظ أن الأطفال الذين لديهم القدرة على الفهم أكثر هم أكثر الأطفال لديهم القدرة على فهم المشكلات، ويبدأ الطفل أن يتحدث عن نفسه وعن أفكاره وعن مستقبله وماذا يريد أن يكون في المستقبل، وهذا مؤشر جيد للنضج العقلي. رسالتي لأولياء الأمور: افهموا لأطفالكم، تحدثوا مع أطفالكم، اسمعوهم أكثر فأكثر لأطفالكم، انزلوا إلى مستوى الطفل العقلي وتحدثوا معهم أكثر، نكتشف عالم الأطفال فهو عالم جميل وراقي جداً.